احنا كنت من تكون مزيان اوفسي حمزه انتما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. الا كنتي اول مره كتشوف لا شين ديال لي فاميلي فما عليك تصب الضوء وضغط على زر افون وكذلك تفعل الجرس وما تنساش ديري معاك واحد الكومونتير زوين بحال باش لا فيديو اللي جاي نتلعب بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم اختي المهم اختي اليوم ان شاء الله بحول الله غادي تكون العقيقه ديال مولاي السلطان طرها ديال محمد اركان البنات. انا بزاف في الفيديوهات كنقول لي مولاي السلطان كندلعو داكشي كلشي كيقول لي واش سميتي مولاي السلطان حشومه عليك بدي لي السميه هادي هادي مولاي السلطان راه زوينه الاسم ديال الدلع. المهم البنات قلت لكم اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نديروا العقيقه وكيف ما زعما داز هذا النهار غادي نبارطاجيه معاكم. راكم عارفين تربيه وبزاف ديال الحويجات وتقريب عندي البروغرام. المهم غير قبلوا عليا صافي كيف ما داز اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجيه معاكم. هذا ما كان فراسكم راه ما نعساش فيه الموت ديال النعاس. لقيتوني دابا دوشت صافي ما صايبتوش حيت اصلا ما تنحيش فولار ما شي حاجه يعني ما كاينلاش. غادي نقاد وجهي خفان زربان ايوا صافي فراسكم راني مع الطلاو ديما اختي. بما انه غادي نديروا العقيقه في السطح راكم عارفين الشموشات اختي غتكون الشميشه مطنطنه فضروري اختي ما نديروا ليكرون ضروري اختي وغادي نكثرها ديال بصح غادي نكثرها ديال بصح اختي لحقاش الشمش الشمس اليوم اللهم بارك. المهم اختي نابليكي هذا الشيء ونرجع لكم. فاين اللي اختي لقيتيني يلاه ساليس فراسكم داك الشيء خفن زربان صافي تيتسويت داك الشيء اختي ولبس هذا القفيطن هذا شوف ليا دي تاكسيسوار داك الشيء. المهم غادي نخلي لكم التصاورات وداك الشيء عاوتاني في انستغرام البنات اللي ما عندهاش الانستغرام ديالي غتلقاه في صندوق الوصف. ولبست اختي المولاي السلطان ورضعتو كلشي برا كلشي هو هذاك راكم عارفين عند بحال الصح ان شاء الله بحول الله. ايوا داك الشيء كياخذ الوقت بقى يبكي عليا عاوتاني قلت اللهم بان نحيد عليا كلشي في خطره نوريكم البيت حتى هو شنو لبست ليه. يا لاله انت ولات الخير انت لك يا لاله شوفي لك يا اختي شوفي لك يا اختي الزاز شوفي لك البيت بسم الله الرحمن الرحيم كيتخلع شوفي لك يا خيتي شوفي هادي اختي ديال يانيسو شتي جات غزاله ما شاء الله اللهم بارك الله يحفظ الله يحفظ لكم كاع وليداتكم البنات احنا صلاه جل جسدنا محمد الله معالي عندك يا امي دير لي تن الحنة عندك دير لي عليه في جبهته انا نزر ويزر جل جسدنا محمد الله معالي انت زدت هالشي زي الالي انا عاوتاني اخوتي فراسكم حنيت انا والخروف ما يمكن. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا درنا ليه الحنينه وداكشي داكشي من التقاليد ديالنا يا سلام حتى انا درت الحنه ايوا. المهم قلت لكم درنا ليه الحنينه ودابا كنتسناو الدقيقيه باش نشطوا واحد شويه وعاد غتم الذبيحه بنجاح اخوتي. واليوم غتعرفوا السميه ماشي مولاي السلطان سميتو محمد اركان محمد اركان هذه السميه اللي بغات تسمي ولدها يا الله thank you.
وما دابا الحولي كيوجدوا نعم اسيدي. برافو اسي اسماعيل، راه جا من الرباط غير باش يحضر للسبوع. مرحبا بك اسي اسماعيل، لقيتي راسك شاد الكرعين. وانتوما شنو كتسناو؟ كتسناو الذبيحة. شوف الصغار بحال يانيس دوروا ليه وجهه ما يشوفش الدم. ما يشوفش. ها انتوما. السلام على رسول الله الى الجيل سيدنا محمد. الله نزل على هو غير تذبح واحد جوج ثلاثة. اسمي هي محمد اركان. حفظات حتى مريم معكم خوتي ما شاء الله. اللهم بارك. من بعد ما تذبح وداك الزيت تسلخ حطوه هنا باش ينشف باش نديوه ان شاء الله بحول الله للجزار باش يقطع. راكم عارفين تما تبنات الخزانه، بغيت نصورها لكم من الداخل ولكن راه كاين الظلام. غنشوف كيفاش غندير ليها وصافي. هذا ما كان انا طرات نقلب على الكبده والقلب وداك الشيء تبي الموت ديال الجوع فيها الجوع. شوف اللهم بارك. خوتي ولد خويا فيه القوالب، فيه القوالب ما اجمع. ولكن كان خدام ماشي مشكل. انا عندي بس واحد العشيه ناضيه كانوا هذيا ناضيه ودقيقيه وداك الشيء. وقف لي الحصه عرفتي وداك ذبحوا ذاك الخروف ما شاء الله وطيوره. ما شفتوش كاع الخروف. شفتيه؟ والله ما شفتو. باك اللي شراه. الواد ناضي الواليد. باك اللي شراه. الواد ناضي بصحتك. والله إلا ما شاء الله اللهم بارك. والله تا غزال راه باقي في السطح. وصافي مشي لك دابا. ويلي. غادي دير الجزار باش يقطعوا باش يجيبوا باش. شي جبد دابا ما شاء الله ما كاين وقت دابا. لا قال لنا ما تقطعوش الدار يبقاو في يدك الفراس وداك الشيء. المهم اخوتي راه قلت لكم المهم جبت شي في الزمره. لا جبت في الزمره انت ما عطاهم لك. الله يحفظك. المهم اخوتي ايمن ما كانش معنا لحقاش كان خدام داكشي علاش يلاه جا ما كيجي حتى العشيه. هذا ما كان فراسكم راه مازال كندور بحوايج جاجي غنمشي نحيدهم وغادي ندعس فيه المود ديال النعاس.